لا جاء القائد مش نحكيها ولا تاريخ الكبارية وروان الكبارية الباهية والخايبة. معنا سيد أحمد أستاذ فلسفة شعر بحكم اليوم أسير كبارية مش عارف لنا أكثر بالكبارية وجو الكبارية. سيد أحمد مرحبا بك. مرحبا بكم سيد، مرحبا بك. علاش اسمها الكبارية سيد؟ أول سؤال هذا تسأل العباد الكل معناها. باهي، علاش اسمها كبارية؟ على خاطر هي كانت موجودة فيها برشا كبار. الكبارية معناتها في بقعة الأراضي نتاعها برشا أراضي فيها معناتها كلسية، دونك طلع برشا كبار، والكبار هذاك معناتها خلت اللي كانوا الاسم نتاعها كبارية. وفي الناس البقعة هذه الكل كلها معناتها كانت أرض فلاحية، فيها معناتها الناس معناتها تعمل في الفلاحة، معناتها فيها مزارع، فيها الخوخ، فيها الزيتون، فيها القمح. بالسياسة نجموا كله من عام 42 41 الكبارية بدأت تبنى. نحن بدينا معناتها كبارية واحد من اللي من وقت الاستعمار. باش نوضحوا للمتفرج، معناها كي حكيت لي على الكبار وتحكي لي على الثلاثينات القرن، الثلاثينات القرن اللي فات، القرن العشرين. في الأربعينات جاء معناتها وقت اللي صارت اكستنسيون كبيرة معناتها في علاقة بالتونس المدينة، البلدية اللي غاديك معناتها الحموم العربي كذا، كانت معناتها اكسبلوزيون ديموغرافيك برشا عباد معناتها ولات تسكن غاديك، مع الاكزود ريغال معناتها الهجره معناتها الداخليه والنزوح معناتها من الريف للمدينه، كبرت معناتها الماس نتاع البوبولاسيون، ولوا التجا معناتها للمستعمر والاحتلال الفرنسي اللي هو معناتها يبني حول الفخمه معناتها للعاصمه، تبني معناتها تبني الكباريه، كانوا يعطوا بيت وحده من بعد معناتها يكمل الباقي معناتها يبني على روحه. وكيف كيف معناتها الجبل الاحمر هذا مزوز اقدم معناتها زوز حوم، على الاقل في الوثائق وهذا كل شيء نجموا نلقاهم اقدم زوز حوم في الاهوم الشعبيه. معناتها نجموا كل 42 40 معناتها بدات معناتها اول ديار تتحط معناتها كمخطط معناتها نتاع الاكستنسيون نتاع تونس المدينه. من بعد بالسياسه الكباريه بدات تكبر، نجموا نقول لك معناتها في الخمسينات الناس الكل توا معناتها في بالهم اللي كانوا كباريه الستينات اللي هي جات مع الاخراج نتاع المواطنين من برج علي رايس للكباريه اللي الماس الكبيره نتاع الكباريه اللي هما نجموا نقولوا حتى عروشات جلاس بفاليت ولاد عيار كذا، كانت معناتها الانستالاسيون نتاعهم في برج علي رايس. من بعد كيف بورقيبه عمل المخطط نتاعو اللي هو معناتها يطيح لهم الديار غاديك وكل شيء، خرجوا الكل بداوا يعطوهم في النوامر لهنا. كما قلنا لك معناتها الكباريه واحد بدات معناتها هي اقدم حومه في الكباريه، من بعد معناتها بدات تزيد معناتها الحوم الاخرى، كباريه اثنين اللي فيها معناتها توا حومه المرشي، ما نعرفش كان هبطوا المرشي كذا. زرقايونه زاد حكايتها حكايه، هي معناتها حومه الكباريه معناتها وقت اللي تبنت كانت معناتها 72 متر الديار فيها كذا. من بعد بالسياسه معناتها نلقوا الديار معناتها اللي توصل معناتها في زرقايونه 34 متر. نزلوا نحن معناتها بدينا نسلوا في الرجال الكبار، بدينا نشوفوا في لي دوكيمون كذا، نلقوا معناتها اللي كانوا زرقاء عيون عمل بعد ما عطاه بورقيبه نتيجه الخدمات نتاعو، كان معناتها هو في التجمع وكان في معناتها عضو مكتب سياسي معناتها في التجمع، عطاه معناتها تيران كامل. وقت اللي جا بورقيبه زار البقعه كانت الديار 72 متر ناس كاكاك 160 متر كبرت. جا هو بعد مشى بورقيبه من هنا ويعمل كي زرقاء عيون قسم الديار في زوز، فهمني، سميناها حي زرقاء عيون، سميناها من بعد حي البتاتي على خاطر الطير معناتها كيما البتيه السطوحات نتاعها الى غير ذلك. بعد ما نجم نقول لك ستينات سبعينات بدا معناتها الاكستنسيون معناتها مع الاكسبلوزيون ديموغرافيك معناتها في الثمانينات ولت معناتها زاد كباريه ثلاثه، كباريه اربعه، بدينا بدات معناتها كباريه خمسه، ومن بعد خلطت عليها حي النور وربيع سيس. بعد نشوفوا معناتها اللي هي معناتها الكاتيجوري نتاع الناس اللي تخدم فيها اغلبيتهم تلقاها معناتها خدام حزام، خدام عمال يوميين، عمال في المعامل معناتها اللي موجودين معناتها في خاصه بين القصعه ومن بعد معناتها نلقوا الشرقيه معناتها كمنطقه صناعيه اخرى. بعد تشكل الاحياء نتاع الموظفين ابن سنه واحد، ابن سنه اثنين، المروج دو كذا اللي كانوا في الثمانينات، الثمانينات التسعينات سوا معناتها بدات الانستالاسيون هذيك. وكانت معناتها انا حسب عندنا كذا جبل جلود كان معناتها تابع الكباريه، حي محمد علي كان تابع الكباريه، لكن بقى معناتها سيباراسيون تاعها. جبل جلود كان فيها معناتها منطقه صناعيه، كانوا برشا من الكباريه يخدموا في جبل جلود، يتنقلوا قبل كانت الموت معناتها في الستينات كانت الناس يهبطوا بالبوت نتاعهم، يقول لك هبط البوت كلها كانت طبعه وهذا كل شيء، يمشي ياخذ الناس معناتها من حومه البطحه ويمشي يطلع معناتها للخدمه نتاعه. اليوم معناتها 2010 2011 معناتها الكباريه صارت فيها الاكستنسيون معناتها
كما تونس الكل اكسبلوزيون ديموغرافيك كذا باين العروش وكل شيء بدات اللي تحسها ما عادش النوسيون تاع العروش النوسيون تاع الحومه ولات اكثر ما انت طاغيه منه ما انت النوسيون تاع العروش بعد الثوره بعد الثوره رغم اللي يعني تبدلت والعباد حتى كان فمك العروشيه النوسيون هذيك العباد التحمت معناها مع بعضها كان و... شوفوا خاصه معناتها الاحيان تاع المواطنين وهذا الشيء ما تمش فيها برشا معناتها النوسيون تاع العروش اما معناتها شنو عندنا معناتها الكبري معروفه ياسر معناتها اجلاس وتالي كما قلت ولاد عيار كذا حي النور معروف بيجي فريشيش معناتها هي معناتها خلطه قالت نتاع تونس الكل تحدثت مع بعضها وما ننسوش المالطيه ما ننسوش المالطيه معناتها كانوا يسكنوا لهنا في الكباري معناتها عباد جايين من ايطاليا معناتها من مالطا كذا كانوا معناتها الولاد التونس المدينه معنا في الكباري عندنا كل المنطقه نتاع القاله والقيله فهمني كل منين جات هذا واحد يقلقل واحد يقلقل هما من واحده معناتها جاي من كل اللونجاج نتاع المدينه واحد جاي واحد جاي معناتها من اللونجاج نتاع الريف تخلطت مع بعضها ولينا نقولوا ونقولوا انت اللي خلطه كامله اللي هي انجت معناتها الثقافه كامله زاد نتاع الشعب نتاع الناس معناتها اللي تقف مع بعضها نتاع الناس اللي تحب بعضها نتاع الناس اللي تعاون بعضها وزاد معناتها الناس اللي تحس في روحها منظمه اللي تحس في روحها محقوره اللي معناتها اجريسيف كي وقت ما تحكي معاه كذا مش ما تشيهوش لداخل اكثر من اللي هو ممسوس ولا ملزوز في الدنيا بهذا نورمالمون ما شاء الله تاريخ الكباريه معناها بريسك كامل انا كي سالت عليك في الحومه انا وقعت ساعه الناس الكل شكرت الناس الكل قالوا لي حاجه معناها انجازات قالوا لي على برشا انجازات جمعيه تحكي لنا توا شويه على انجازاتك شنو هي الانجازات هي في الحقيقه مش انجازاتي انا هي معناتها كيفاش معناتها كان ما جاش ثم كوميتي كامله كنا نتصرفوا معناتها كولاد حومه الكل خاصه من بعد 2010 2011 وقت اللي شفنا اللي كانوا البلاد الكل معناتها ماشيه في التبديل الناس بدات تتنفس كان المشكله نتاعنا كبيره ياسر اللي هي الخوف بالطبيعه وخاصه في حومنا كان معناتها انت تخمم باش تعمل حاجه جاي ياكل الدار ولا حيط عندها وذنين وكذا والناس معناتها والعينين مشبره الى غير ذلك شنو كنا؟ كنا نلموا بعضنا ونتلهوا بحومتنا كما الناس الكل نتلهوا ببلادنا على خاطر هذيك هي معناتها الحومه في الاخر في الاخر معناتها ما عندك وين تمشي معناتها مش تعمل قهوه في الرمطه ولا مش تعمل قهوه انت ما تبقى في الحومه مش تقعد مع الاولاد معناتها في الحومه مع في الكباريه هذيا معناتها البنكرة هذيا نحن معناتها قاعدين فيها كانت لهنا قرابه 12 بطحه قبلاش البطحة كلها معناتها كنا نكوروا فيها كنا نجروا فيها كنا نعملوا سبور فيها جاو معناتها عملوا لنا دمبرة وسيطرونا معناتها حال البلدية على الكبارية فهمني لكن اللي ما عادش عند الناس فين تتحرك لي جون ولا الصغار والشباب ولا كل شيء كانوا قبل معناتها في الكبارية تخرج معناتها بوكسيرات تخرج معناتها ديليترات يخرجوا ناس سبورتيفات ويخرجوا معناتها الجولات نتاع كرة في الكلوب في الاسبيرونس في اتحاد النقل لمبي النقل سي او تي كل شيء في ستاد تونيزيا معناتها الجمعيات كانت تاخذ معناتها في جوارات تخرج من التحية هذه يا اخي معناتها التحية هذه قلنا يا نمشي نعملوا حاجات معناتها نعملوا حاجه للحومه نشوفوا معناتها الضواب اللي مكسره نشوفوا الاطرقه معناتها كذا كبارين 100000 نسمه عندنا 60% معناتها دي جون ودي زونفون ما عندهمش دار ثقافه عنا دار ما فماش الدنيا كل لا سامحني باش نوضحوا الرؤية ما فماش دار ثقافة ولا سكرت ما فماش دار ثقافة حتى لو سكروا بعد الثورة ما عرفوش حلوا فهمت حرقوا كانت عنا دار ثقافة معناتها في الثمانينات في الثمانينات معناتها كانت دار ثقافة بشير خريف كان معناتها كي ذكرى ما فرقتنيش دار ثقافة هذه تسكرت معناتها في بريود التسعينات بعدها هي ما ثم حتى دار ثقافة في كباري ما ثم حتى ببليوتيك في كباري ما فماش سهل الانترنت معناتها في بليكا كي معناتها كباري كامل كباري 100000 على 100000 على 100000 10% من تونس راهي معناتها من مدينة تونس من ولاية تونس معناها ما فماش متنافس ثقافي ما فما عندنا زوج دور شباب دار شباب معناتها بقيت 4 سنين معناتها بالسيف معناتها بكل ناكلك معناتها حلت وحلت معناتها بقيت معناتها متكم على روحها ديما النوسيون تاع دار شباب يلزم برشا خدمه باش الناس معناتها توصل تمشي دار شباب في كباري مازالت العقليه اللي كانوا هذايا نتاع الدوله مش نتاع الشعب رزق البيلي نحن نشوفوها اللي كانوا نتاعنا نحن ديما نشجعوا في الناس برا نمشوا كذا وهذاك حقهم كذا تعاملوا معناتها توا البريود هذايا معناتها تحركت الحومه معناتها في 2014 تحركنا شويه عملنا عرايض وكل شيء معناتها في على اساس مش كان كباري معناتها حومه المرشي راهو كباري حي النور برج كذا دي تيران تتعمل دي تيران تتعمل الناس معناتها باش نجموا يكوروا باش نجموا يلعبوا ما نعرفش يعملوا دي تيران تاع باسكيت يعملوا دي تيران هذا في الكوتي سبورتيف على خاطر معناتها الناس لهنا بور انرجيتيك كان تشوف الصغار معناتها تشوفهم كيف يبدوا يجروا كنا نجوا لهنا معناتها نعملوا شويه حفلات هذه كانت معناتها خرابه جات مراه معناتها يرحم والدها جميله قالت ايا نبدو كنا نبي نصلينا عليه
يعمل كي معناتها نظفنا كذا كل شيء صار معناتها بيان اونتوري رجلناها زي ما كذا ولت دي بروجيكسيون تاع افلام ولت معناتها دي حفلات موسيقيه ولت معناتها المسرح في البلاصه هذه اللي عليها البريود وقت ايش صار معناتها البريود نحن معناتها سنه ستة اشهر قصينا تو سامبل تو سامبل عند كورونا نحن عندنا معناتها عندنا ستة اشهر بالضبط معناتها قصينا معناتها على خاطر نحضروا في ديزي سباس اخرين نحضروا في سباس معناتها كيتوريك كذا الحاجه الباهيه اللي كانوا قلنا معناتها نعملوا تيران نعملوا تيرانات معناتها نمشوا معناتها في الانجاجمون هذا نشوفوا كيف التيرانات نشوفوا مع البلدين تاع تونس نشوفوا مع الولاية بعد نشوفوا معناتها التيران اللي هناك نشوف كيفاش معناتها مصروف عليه 168 مليون 168 مليون هذايا تو تشوفوا التيران اي معناها العباد عملت لا لا هذه الدوله معناتها حطت 168 مليون باش تعمل تيران علاش علاش سيدي احمد علاش نسالك علاش خاطر اكثريه المشاريع في الدوله كل سوا هذوما البطاحي ولا كياس باش يتريقل ولا حاجه وقت اللي تجي تسال علاش المقاوله كما ما كملش اوتوماتيكمون الاجابه واضحه باش يقول لك ما صبولوش فلوسه لا ما خلص خدامته نحن تبعنا قلت معناتها نحن نجمنا نعملوا شويه سوي في معناتها في حاجه هذا ما صبوا له فلوس امور واضحه اما هو ما انت يعمل في شاشيت هذا على راس هذا ضربه هنا ضربه هذيك التونسي ما نجمش ما نجم كان يعمل هكاك دونك كنا شنو قلنا كنا نبقوا نتبعوا فيها الوضعيه هذه ضربه شوف ما انت عاير كل قداش ما انت تو تصرف عليه تو عنده عامين ولا ثلاث سنين اما ما القريسا ما انت يحاولوا الناس ما انت تمشي تعرف ما انت الغابه نتاع ابن سينا تمشي تطلع ما انت المسلك نتاع المنتزه ما انت يمشوا يحبوا ديما ما انت يعملوا سبور هذا في الكوتي ما انت سبور في الكوتي الاخر ما انت بنيه تحتيه انتم شفتوا من نهار الشهر التالي شهرين التالي ده سبتمبر الحفره الحفره اللي تحت القنطره مره مش رجعوا تو سامبل ما زادت واحده اخرى بجنب ثم حاجات يلزمها انترفونسيون ما كان جات في بقايا اخرى ها باش نقول كان جات في بقايا اخرى غير الانترفونسيون ديريكت تصير فيها ما تبقاش حفره كيما هكاك ما تبقاش على خاطر ما انت والله اسمعني اسمعني سيدي حتى نقص عليك تو هاك تشوف المرحوم محمود الله يرحمه تاع كرابته معناها كياس المرسى كياس المرسى اللي هو معناها الله اعلم شكون يتعدى يوميا وتلقى فوسي كيما هذاك يبلع كهرباء ويقعد طفل ثلاث ايام تحت الماء ما شافته ما شافه حد معناها كيفاش يقولوا انا كنت الانفراستركتور نتاع بلاد كامله اما شوف معناتها تبقى معناتها المده هذه كل هي المشكله صحيح مش فماش تعجيل في الاسلحه فماش تعجيل في الاسلحه هذه معناتها سنين معناتها الانفراستركتور كذا الحاجه الثالثه معناتها كيما قلت لك دار الشباب معناتها المركب الشباب غادي كي عندنا معناتها اسباس نتاع هذا معناتها توسكي سبور معناتها نتاع لوت ولا جيدو ولا اما بقى معناتها المانتونونس نتاعو ديما يلزم مانتونونس ريجولير نحن شنو الفكره اللي جبناها؟ نحن قلنا معناتها تو سامبلومون ولاد حومه مع بعضنا نقفوا مع بعضنا نشوفوا معناتها شنو هي الحومه نتاعنا نقصتنا. ابارتيغ من اللي يحبوه الناس معناتها زاد مش عندنا الافكار نتاعنا راهو معناتها توكل عندنا معناتها لي ميدسان عندنا لي زافوكا معنا عندنا معناتها الاساتذه كل شيء اما زاد عندنا البطاله معنا الناس الكل المشتركين فيها الكل اللي كانوا الناس تحب الحومه وتحب تخدم الحومه. قلنا الله على وقت جينا قلنا معناتها حاجتي تو سامبلومون نبدو من الحاجه من لي زيسباس هذا جينا قلنا معناتها كملنا نظفنا مع خاتم جميل عملنا لي بروجيكسيون عملنا الموسيقى وكل شيء من بعد جاء واحد معناتها يرحم والديه عطانا جراج شوف معناتها الخير يدور الخير يدور جراج في الجراج هذاك مشينا قرينا بليش رغم اللي كانوا في الوقت هذاك انا كنت مثلا بطال معناتها مبروك قرينا تدارك قرينا باك الباك معناتها عدنا تدارك للباك معناتها بليش من بعد بدينا نعمل في لي ديناميك كلتوري حلينا تروا معناتها كشك معناتها ستار كشك جراج باللي عندنا نمشي نعمل فيها في المسرح في الموسيقى في لي بروجيكسيون تاع الافلام في لي ديبا الاطراح نتاع الشطرنج بدات الناس معناتها تجي تجي الناس وتخدم وكذا وكل شيء بعد برا يا زمان ويجي يا زمان تسكر معاهم ما نجمناش معناتها بقينا سبع اشهر بنوتو فينونسمون راهي معناتها نحكي لك هذا الكل راهو كان معناتها ما ثم حتى واحد عطانا من الليل ازرق ولا احمر فهمني من برا ولا من داخل كلش الحومة كانت تعاون في بعضها ويا كل شيء قلنا ما دام هذه معناتها خلتنا معناتها ثم ناس بعدوا على طرف ثم ناس بعدوا على ولت تتعلم معناتها في صناعه على الناس معناتها شفت يتحل مخه معناتها في الفن ويتحل مخه معناتها في النقاش كذا ويا كل شيء ولا يقول لك يا خويا وريني اثنين وريني كذا يقول لي معناتها اجي تعلم دي لونغ اجي تعلم الفرنسي باش نجم حتى كان يا خويا مشيت لفرنسا نجم تحكي بالفرنسي اجي تعلم الايطاليان باش تعرف الوقت اللي تمشي معناتها لايطاليا نجم تلقى ما تحكي ما تبقى ما تدخلش معناتها اجا افهم معناتها الفينومين مثلا هذا نتاع الحرقه ولا هذا الفينومين هذا نتاع الاجرام كيفاش معناتها كذا اجا افهم روحك زاد معناتها اللي معناتها
تريتمون سي كون سوسيال معناتها كيما هكا اجا لها مرور نشوفوا روحنا على خاطر البريود 2013 2014 راهي معناتها الارهاب والعنف معناتها اللي في البلاد وكل شيء والناس والناس نقمت على خاطر حست راحه اللي كانوا ثم ديسيبسيون ثم احباط هاي جات ثوره ومشى بن علي هاو معناتها شدونا معناتها سراق جدد وكذا والبلاد ما عرفوش وين ماشيه ونحن معناتها الامور نتاعنا في الكريز وماشي معناتها متوخر بالتوالي دونك معناتها حبينا نعملوا كيما الشمع هكا كيما الضوء صغير قلنا ما انت خلي ما انت تسرح الامور كذا بسياسه بسياسه بقاو ما انت ليكو جراتويت ما انت تو عندنا بريسك داخلين في الرابع عام خمس عام انت نحن نعمل في ليكور جراتويت ما انت لجماعه الباك معالي ديناميك تو انت وزملائك انا وزملائي اخرين معالي ديناميك ما انت تو عملنا دو جروب ما انت نتاع اوديو فيجيال معناتها يصوروا ويخرجوا ويعملوا دي مونتاج كذا ثم جروب برشا جروبات معناتها لي رابور لي ميوزيسيان معناتها اللي اكتشفناهم في الكباريه كانت مدفونه اي عباد معناتها كانت قبل تبانك معناتها في الحومه تدربك ايش هي تدربك هي جاي تعطيك دربوك تعطيك دربوك ونسجلها معناتها التربيكه نتاعك عباد كانت تقول في كلام معناتها سلام كيك مطيش كذا ايش جيت تقول سلام هذا ايش نشوفوا كيفاش معناتها نعملوا اونجستر معناتها ليه ايش نشوفوا معناتها كيفاش نصوروا فيديو ويجي نصوروا معناتها كليب وثم ثم ناس معناتها خدمت كليبات ثم ناس معناتها لانست معناتها دي بروجي وثم ناس حلت جوانحها ثم ناس معناتها حتى بلي فورماسيون هذا نتاع الدونس كذا يحكوا شي عاونتهم برشا حتى باش يخرجوا برا باش يمشوا يعملوا يولوا يعرضوا برا ويقروا برا راهو عندنا بالرسمي راهو عندنا اصحابنا معناتها كذا الناس ولات تعمل في المسرح معناتها ولات تعمل في البرودكسيون اللي هي معناتها بالنسبه لنا احنا هذه زاد بارتي اخرى صحيح معناتها بالامكانيات الامكانيات بسيطه ما ثماش برشا ماتريال مرحبا بك اخويا نحن مرحبا بينا مرحبا بكم اخويا نورمالمون هارك مبنيين على حسب ماني قاعد نشوف تبيع كاس العباد تقول لك تجي الكباريه لازم تجي تعمل صحيفه لبلابي ولا هارك ما حاجه اكيد مرحبا بك قداش عنده حانوت لبيك؟ انا فما 10 سنين انا 10 اكثر من 10 سنين ما فماش تقلقات حاجه امور واضحه انا حتى قلق هذاك عشان نحبوا نحن ديجا جينا نصوروا نحبوا نحكيوا على الباهي مش نحكيوا على الخير كباريه لفاق كباريه لفاق قلق لفاق حتى ما عادش الكباريه اللي ماخذه السكسي الخايب مشات على روحها هكا تصور وتشوف انت كان فما قلق راهو حق صورنا في برشا ما تقلقناش فما ربي صورنا في المرشي صورنا في حي النور برشا برشا بلايص ماخذه اسامي هكاك راهي مشات في اللفيه هكا وما يعرفوهاش اللي يتكلم عليها ما يعرفوهاش فما ناس تحكي عليها ما كباريه كباريه ما يعرفش حتى وين جات اللي يعرف الكباريه ما يتكلمش عليها يا ربي يهدي وكاو انا اخويا ربي يعينك وربي يجيبك انت هاك تصور عندك شي قلق عندك شي كلها فرحانه بيك وكلها اخويا ربي يجيبك القسم عاش خير انا استبيع مع عاش خير مرحبا بك ياسين تو نحن في الكباري وحكينا مع برشا اولاد الكباري عرفنا هاتي قلت نحب نحكي شويه على حومتي وعلى اولاد حومتي ساعه قداش عمرك؟ 21 تقرا ولا كملت قرايتك؟ بطلت القرايه بطلت انت؟ بطلت ولا بطلوك؟ ولا ظروف ظروف اي بطلت ولا مش بطلوك داركم انا لا لا لازم تقول بطلوني بطلو وعملوا سنية تاو الخدمة ولا فورماسيون ولا كوافير استيتيك تقرا ولا تخدم فيها في دبلوم ونخدم صاير بروفيسيوني في المنزل المنزل في سونتر معناتها تنقل كل يوم الكباريه تخدم في المنزه وتروح نقل وخدمت في المنزه وخدمت في ميغرين وخدمت في اللاك خدمت فيهم الكل بعدين عندك في الدومين هذا 4 سنين ديجا معناها من صغير من عمر 17 هكاك 16 اي لين خرجت من القرايه عمري 14 وكنت نمشي مع خالتي نجيب في الدبس وكل من تركيا نبيع ونشري جمال تسفيك جمال ولا انت تبيع ونشري؟ لا نبيع ونشري نبيع ونشري باه رحموها شوي لا اله الله محمد رسول الله اصيل الكباري مولود في الكباري ابان عن جد وين في المرشي وين تولدت في نهج المرشي وتربيت في الحومه هذه الفوق اي وما معناها في حومتك ما فماش تقلقات ولا خمسه وخميس على ولاد حوم تحبهم يحبوك يموتوا عليا ياسين معروف كي تقول ياسين معروف ما هو كان دخل في الخسرين شويه دخل فينا في التاكسي دور برا مشي صوروا قاعدين برا مشي ولا بكلمتك ها معناها خاف مشي مش لعبه يقدروني الحمد لله مسخوف لا 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 محمد رسول الله شنو هي رايك في الكباريه خاصه تطور وقايت هذا هكا الستة خمسة ونص الستة كبارية تقلقك ما تقلقكش يقلقوك ولاد حومتك علاش يقلقوني سامح نسأل فيك سبحان الله متربي معاهم الجينيراسيون نتاعك معناتها كبرتوا مع بعض كبرنا مع بعضنا والكبار الكل تربيت معاهم والصغار الكل مربي فيهم على يديا تبارك الله شوف مصلي على النبي ملا جي
يا واضح جيل فوندو الكلام تربينا عليه يا اخويا مرحبا بك في عمتك ومرحبا بينا في عمتك مرحبا بك انت زيد يا عايش حتى لازم ضيفك تشربك حاجه فما حتى يرحم والديك عايش قاعد بوزينك عايش جينا نصوروا في حومه المرشي الكباريه لقينا اخونا خالد عمره 33 سنه ديجا 8 سنين بطاله عارف بروح خالد الناس اللي متفرجين اكثر اسمي خالد معروف باسم كا معروف كا ود الخطوي نسكن في الكباريه 10890 راس الكباريه كامل تعرفني معروف النيفو تاعك شنو دراسه تروازيام تروازيام معناها تروازيام سكوندير عامل فورماسيون عامل حاجه عملت فورماسيون نصلح لامبريمونات اللي هي ما فماش في تونس عمل برشا حاجات ركب نوكيات برشا حاجات ما قعدتش بطال مشلوش كي انت ما شاء الله معناها عامل برشا فورماسيون 8 سنين بطالة مش برشا 8 سنين برشا شنو اللي الحاجة اللي خلتك ما تخدمش ولا مش ما تنجمش تخدم في تونس مش يخدمك ب 400,000 500,000 ولا نصرف 8,000 و9,000 و10,000 ولا بطال ما غير ترانسبور ما غير كل شيء انت تاكي تصرف 8,000 و10,000 اللي سمعتها برشا مرات على خاطر وساعات نحب نجي نناقش فيها وما ننساش وخلنا نناقشوا فيها ناقشوا فيها انت اما خير 8,000 و10,000 اللي تاخذها من الوالده ولا من الوالد ولا ما نعرفش باي طريقه تجيبها معناها انت تصور فلوس وتصرفها من عندك وتفضل حويجه والا تزيد تنحيها ديجا تنحيها من العظم نتاع العظم نتاع الدار معناها 10,000 خاطر حاجه والله العظيم هي ذي مش صغير يعني في 8,000 و10,000 كش بده هم لي الدار سيدي جاني نعيش مع بابا وامي في زوج بابا راجل كبير معناها ما ينجوش معناها ما ينجوش وامي عندها اخرتها جات اجلتها ما تنجمش تمشي على ساقيها معناها مش من عندهم هما وتجي تقول لي انت 8,000 معناها نخدم انا شهريا ب 500,000 مش تمشي 500,000 ما عندك ما تمشي بها الكوب شنو ما عندك ما تمشي بها اخر مره طلبني صديقك قال لي خدمه في معمل وين المعمل في منوبه ب 400,000 حتى صاحبي احمد ضحك معني 400,000 يعني شو يعمل بها شركه بها مش تمشي بها مش تزيد من جيبك مش تزيد من جيبك وما خمرتش في الحرقه خالد والله حرقت برشا مرات والطور اللي خمم في الحركة أما جيز تو خاطر عندي أمي ما يقول لك وبابا لا يبيعهم مثل قال لي ما رفعتش في البيت يا بابا روح وليلة دي بستة مرات في البحر وارجع في البحر وارجع وارجع ولا تسل تشانتر لا البحر وارجع يمكن كان سلك تشانتر ما عادش نرجع يا باشا هاك تشوف معناها في الاكزومبل من ليزيكزومبل معناها ديجا ستة مرات بحر وارجع بالله سامحني كل مرة قداش تتكلف لك الحركة والله أنا في الزهرة هذيك مليون ونص أنا نحكي لك على 2010 اخر 2010 حرقت من صفاقس نحرق يعاودوا يرجعوني يعاود نرجع ستة مرات في المليون ونص اللي هما يا خالد يا خويا 9 ملايين 9 ملايين ما تحسبهاش هكاك نعرف نعرف ما كل مرة متقطعة معناها مليون ونص صحيح مش كيما 9 ملايين مع بعضهم كيما مليون ونص وليه انا ما دفعتش ب 9 ملايين المليون ونص هذاك لكن يمكن بقى يمشي خاطر نفس الحراره بقى يمشي لكن نثبت 400 500 بركه نفسه واحد حب يمشي حب يحرق انا عندي خويا من 2001 في ايطاليا ما حبش يروح قال لك تونس ما نروح ليش بوراقه مش بوراقه من 2001 23 سنه وين في ايطاليا؟ في بادوفا بادوفا وين الكباري الكل في بادوفا كباري الكل في بادوفا حي معناها كونتاكتيو فيه حي اما والله غالب زهر كل اربع شهور ربطيه كل اربع شهور ربطيه زهر شنو عمره معناها مشى عمره هكاك مشى عمره 19 توا عمره فقال زيدهم 20 39 40 كبير ما شاء الله كان كبير عربي هذيك ما استخرجش والله مزيان مزيان مية في مية عمر وكيك أنا مش كلام يا راي برس كبري كل راي يكفر مني راي فما عبيد غربت وروحت انتيش لاني يا راي رو معدي 20 إذا كنت شوف معدي 20 و25 يروحوا بيها كنت شوف طيب فما اللي حبيل فما اللي شيء بقاوي فما كل واحد كيفيه فما اللي بشي يخدم في صدر دابيل يرفع يخدم في صدر دابيل مش ما يطلبش لاني مش ما يصور انتي واحد اخي 600 و500 مزيلي عايشوا في تونس عايشوش انا 500 و600 في تونس استنى كي بيستخدم بيستنقل معناها بلاصه كيما قلت لي انت منوبه كنحطوا كل يوم بيستركب بنحطوا اللي هي مستحيله معناها من مرشي الكباريه بسوس منوبه ب 5000 فرنك مستحيله ترانسبور معناها كنحطوا على كل يوم بين فطورك وترانسبورك 10 دينار مثلا والله ما الفطور في لازم الدار ما بختلف في معمل يلا فطور لازم الدار ومش نخالط مو المعمل هذا يعجبني لعليه خاطر قريب
مشيت للمارشي عمر عامل هذا عمر كنت راته ثلاثة شهور لحين كنت نجيب واحد بياخر هكيك ان شاء الله اخويا ان شاء الله تلقى حظك سواء في تونس سواء اذا كان انا ما بدي لك حظي في تونس مش بتعرف حد شيء شكون يحب يخلي بلاده وصحابه وحومته كل واحد عامل ساعات ما يمسك على المركل اللي امر معنا الناس اللي تغربت اللي تغربت معناها لازم تقول ما نقولوا 70% معناها لسه مشيت مجبوره معناها ما لزوا على المركل يا مرتك تقول لي انت خوك 20 سنه معناها ما شافش امك وما شافش بوك معناها ما تصورش زعما قلبه حجار للدرجه هذه اما ما لزوا على المركل يا مرتك ما عادش يروح وفي نفس الوقت باش يروح في العمر هذاك شنو باش يعمل يقعد كي يلقى روحه مسكين هكا في انا مكمل حياتي هكا هاو خاطر هي حظوظ الغربه باش نبدا واضحين وبالطبيعه حظوظ ومخ وكل شيء انت ومخك في الغربه زاد مش واحد من عليه عاش الفقر وعاش الحشاك الهم وعاش المزيرة يطلع انت لايطاليا ولا لفرنسا يمشي غاديكا يتيح للشمة يتيح لزرارك يتيح لل هلا يا زيد طيب انت تقول لي يعمل في نظام وبعد تقول لي حظوظ اخي انا بدي واحد يطلع مخ واحد خرج من هنا باش يصلح من روحه باش يصلح من امكانياته يتفكر امه يتفكر خواته يتفكر المحيط اللي عايش فيه شنو معناها هذا؟ لا انا ما نتصورش غاديك واحد معدي غربه كما تحكي انت وما عندوش بل ما ندريش حتى ثلاث فلوس تحته. انا شفتهم انا 2018 مشيت قبل وعاودت رجعت 2018 شفت حالات معناها في ميلانو شفت في باريس شفت حالات معناها شفت حالات يصور في 100 اورو كيفاش يصور فيهم؟ مين يصور في 100 اورو يصرف فيهم ما تجي ل 10 نتاع الليل الا ديجا صرف في 100 اورو زيد الكاردي 20 ولا يتسلف 20 معناها الفلوس موجوده موجوده يلا غالب مخه ما موجوده على مراد الله قال 100 اورو 100 اورو نجي تو حالات في تونس 300 انا ريتهم عيني وريتهم في باريس برشا انا والله ريت شكون من حومة شعبية من تونس لا علينا في ذكرى عنده عامين في ميلانو كي هزني من بيت وراوني ما حبش هو يبيت في كهرباء مهجورة في ميلانو وبيت مهجور وكي قلت لهم قداش يصور فلوس قالوا لي نهار اللي تبدا ما فماش خدمة ومقاينة يخدم في سيركوي خايب هو ما يهمنيش قالوا لي يسوي 100 اورو 100 اورو 300 اورو في الشهر معناها عمرك تسكن في دار وامورك واضحه بقعه تحفون انا مرمى يا خويا مرحبا بيك وان شاء الله تلقى حظك سواء في بلادك سواء في بلادك ان شاء الله ان شاء الله مستحسن تلقى حظك في بلادك ان شاء الله ان شاء الله اذا كان معناها ما لقيتش لهنا ما عندك حتى حل تولي تونتي شانس اخرى مره اخرى اخويا بالنسبه لحنا حتى في الكباريه كدور الكباريه دار ما تلقاش في دار ما عندهمش واحد في الغربه سيرتو حومه المرشي معروف سيرتو حومه المرشي فما القدم انا صغير نثبت يقولوا لي عرش اسامي هكا نستحضرها شو اسمه نسيت الاسامي نستحضرها معناها هي بادوفا ديجا في ايطاليا بادوفا معروفه الكباريه الكباريه المرشي ودوايرو ودوايرو بالطبيعه ديجا سكتور كامل شدوه ولاد الكباريه عندك بادوفا عندك سراب وهذا زوز شدوها ولاد الكباريه اخويا ان شاء الله تلقى حظك ان شاء الله ان شاء الله مره اخرى عاشك هكا يصير قدام اخونا ما احنا لهنا وانت متعدي بارازا سمك ربي ساعة سيدي من كنت تعيش؟ ياسين بادوفا روحت وحدك نورمالمون ولا روحوا بيك؟ ديفينيتيف؟ معرس ومورخ ومور الاخوات بالله وبادوفا شنو جوها غاد؟ خير من تونس ديما خير من تونس ها حتى بطال خير من تونس والله لا دي تعيش خير من تونس وتوا فاكونس هنا ولا كيف؟ استنى تو معنا مسكرة من بيعتها كورونا باش تجي مرة طب راقب جاوك بيه قد ايه عمرك؟ 27 طلعت قد ايه عندك؟ 5 سنين حارق؟ صوتك شوي حارق؟ قوي في صوتك شوي اي حرقت زهرت من الاول ولا قعدت مده؟ ايه والله تعبت ومن بعد ومن بعد خدت هاي الحمد لله هذا كل ما عند ربي سبحانه مشيت غادي نلقى مع اخويا عندك خوك سابقك قد ايه عنده غادي؟ عنده هو واختنا صوت غادي 7 سنين معناها انتي انا حاضر نقولوا نحن مش كيما باش تمشي تدانك كيما باش تلقى دار وباش تلقى مشيت غادي نلقاه هو طاح
قعدت شهر وجمعة هي ما البياسة عادرة خلّى موجودة البياسة بلاه تعبت مروتها ورسكيت ولا كيف يعني نورمال مو ريسك فاتوا فاش فيها قولي بسنزنع العنب بسنزنع العنب ما تبيعش عنب غادي وما فلاحتك اسكر فيت ما تبيعش ريسك على عزم ياك هو أخويا متعدي حابين نصوروا معاك وتشموا عليك ريحة بادو بارا أخويا ربي معاك يا ساحة يا رحم والديك بارا أخويا السلام عليكم امشي يبعد خلاص رسال من بعد وقف شمكي مركزة بعد ملي كان الفرنسا وبعد يترجع ولا روحت ولا روحت روحنا للقرعية لا لا وعلى حلش ما قعدتش غادي قعدت تخدم قعدت تحب تروح لا لا ممنوع على نكلي بينهم والله ليه يباشا طلعوا في الثمانينات قعدوا غادي اي والله وانا قبلهم عبدهم متى من الدولة تورس احنا احنا تورس هذه دولة ايه من الدولة من الكونغو اه ولا ده انا من عندناهم انت قصدك مالا ولاية اي والله ليه مش مالا دولة انا اصلي عيالي اصلي من المكتب وكانكم بندوق انا من المكتب مين من المكتب يا حبيبي يكفر ها ما زوش العسكر حتى الحراس محزن به يا رجل ذي شبيه يصور يا صورنا يا دي شبيه يا معلم ما عاد اسمه تعرف شنو هي العالم كل شيء فارش فيه لا ولا العالم كل شيء فارش فيه هو قال اعلى او ما قالش اكبر لا هو قال اكبر ما قالش لا الله هو اكبر هاي هو اللي عليه قول يا محب زيد يا اخوي ليه ممنوع ماشي ما ندخل الجنة ليه منيزة انت بونيس يا اخوي بونيس مش نيزة يا اخوي الله اكبر بار الله اكبر اللي يقوله هو البنادي ينادي هاي تو تتعب البنادي مش دخلي في متى ايه اشتعب صاحبي يا اخو البنادي مروس مرو ابيرو ابيرو بيه تقريبا بيرو 24 ساعة 24 ساعة مالك ومالي يا المكي لا 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 انت حر ورد مالك ما يتعذرني انت يتعذر طبعا كمال شوي برياتك مجلل شكونه ده كمال نارمالي يا احمد سيد احمد انا عايزه سيد احمد رشقة ابو حميد لا 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 سيد بعد الرسول اكيد تربيشة تربيشة سيدي ماذا موضوعك انت؟ بيه ايه نعم بيه لا الله محمد رسول الله محمد الرسول أسيل الحوميات ايه نعم انت أسيل الحوميات ايه نعم ايه شنين خدمة؟ وش تو؟ خدمت قبل قبل شخدمت خدمت العسكر كنت عسكري ايه للي خرجت وش انتريت لا لا قلبي زيرابة وطاو سكنة في الجراجات ليه؟ هادارو ما هادي بتاعنا لا في بيتك كنت تخدم هادا مش مولود وانت مش مولود ايه يا كبير هذا كذاب زاد ريحو شوف السال الحاج انت قلت لي تو عمك 57 باهي ربي يعاود باهي يا شيخ يا تشمك فيا ايتاتي ايتاتي 23 يا وجاب قربها اي باش ياخذك يا خير مريقل يرقلني مريقل مريقل ليه كان باش يرقلني حرام ما ترقلوش خلي يرقلك هو لا انت لا عيب ليه حرام يا ولدي لحظه اي هو التو في بالي الاكبر الكبير انت اللي فيهم الكل ما يسمعك باش يعطيك بدلة شوي شوي اسمعني خليني احكي مع الراجل انت توا هو في امك وقدام دارك لما ما فيف عندك ولا اي نعم الك قلت لك باش تعمل ايه ما نكلموش الفيف انت فقير خاطر انت لازم نروح روح احمد برا جيب شوية الفلوس جبنا لهم يا ودي يا ودي برا الكوتور شو كوتور يا عندك حبيبي عينك لا فرح بينا البارح كنت ملاوي والدنيا جو امريكا
قصدي انا كي قلت باش تريقل ومعناها وظيف عندك حتى بشهر 400 هذا شنو تريقل ومش تريقل بتاع عليه هنا احنا نكرموا الضيف ياك ونعرف يا اخي عاد الكباري ما تكرمش الضيف شكون في حي النصر لا كل واحد واصله ياك عاصل وحومه زاده انت مكفر هناك ولا مستقال ولا ما تدري شو شو بس الحومه زاده والحومه لا والحوم يا الاصل 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 والحومه فما حوم تمشي يا ودي باللي تدخل اللي تخرج حتى السلام ما تسمعهاش عليه ليه ما تكفيش تكذب عليك لا يا شيخ ما احنا ولاد الحومه حتى تموت ميت تسنو بالبلوتوث ايه نحن نذب ايه عنده كورونا شكون اللي ذا اش معنى كورونا اه يا جبري هذا يا اخويا موضوع الكورونا ما يعنينيش شنو رايك كذا اسد شنو رايك في الكباري لا بالواحد هاي بالو شنو رايك في حومه الكباري لا ما هو مش يا حسره يا حسره جينيراسيون قديم جينيراسيون جديده ما يشبهها تنساش وضع معناها لا 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 ما يقدروش اي انا غالف الحوار هو هذا يعرف يا ودي تي ولدي ما قدرنيش انا مش هذاك انا عندي ولدي في الدار اه يا ولدي البارح فتح ايوه يا كلمه عميان كلمك ايه الله يا سيد هذيك الرمز اسمك اسمي بيلي يا بيلي وبالرغم اني ابوك الله يرحمه كان حي الله يرحمه كان مين اه ابوك مسلم حقا يا عياري باش مش نحكي على الاصل نحكي على الاسلام اه يا عرس عليه لي اي هو جدك ايش اسمه عمر هذا يا عمر شكون انت بعد انت اسمعي لقب لا لا لقب زقايا نعم زقايا لقب عمر اول دار في مكتب كي تدخل مكتب كيوسك على اليسار ودار على اليمين دار عزيز الله يرحمه انت قبل سند الحداد ولا لا لا مكثر 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 بيه وين الجبال الجبال فوق ساحه ندور ايه ودار فرحات هذيك دار خالي هيك نتاعنا ما نعيش روحك يا سيدي طول سؤال اللي من بعد ايه فوالا هاي ايش فان اللي ما سؤال لو شو اسالنا ايش جواب قلت لك شنو رايك في جينيراسيون جديده جديدة لا ما يفرح حتى واحد جملة فماش البيت والله لا كما وينه هلو جاي هذا ترى اختفولي والله لا ما يفرحش هذا عمر عزيزي علي اخرج كنجح خرجوه مخلي بهي مخرج زودي بهي زادوه في القراءة داش شنو هي الظروف؟ ما خرجت من القراءة شنو ما عادكش شنو هي محتورة محتورات شنو تعمل توك داش؟ متى؟ تعمل الاسبوع لحد شنو؟ ما عملت حتى حاجة وزين انا فوق معنا في جمعية وامريكا الجيران ابوك مضايف مش عنا ليه حتى مضايفه وبعدها ظاهر ليه قلت لك خامس ليه مش نحكي لك مضايفه تبدلوا نحكي لك ظاهر حتى لا ايه وجهه ايه ايه وبدلوا اخضر ايش معناها فعلوا عدي عمرك انت يا سيد فعلوا خايبه والنار بالي قلت لي قلت حومتك فعلوا ايه قلت لك فعلوا خايبه قلت لي انت تحكي على جينيراسيون جديده قلت لي ما تفرحش ايه هذا يفرح لا حتى ولادي اكبر منهم ويعرفهم راهو اكبر منهم يعرفهم اه باش نشوفوا واحد يا اخي يا تو الوجوه اللي نشوف فيها وجوه يا هون اي قد ايه عمرك 16 اش تعمل؟ شو 16 بشوي كان اش تعرف عمره خير منه زاده يا اخويا قداش تحب عمره 20 والله العظيم يا اخي في رحبة بالجسي عمره 16 يا عمره لحظة انا داخل السوق اشبيه اسمع اشتقر ولا تاخر اشتقر دنيا وقد مريقل في القراية تتريانا تعمل شوية سبور حاجة ليه تعمل فريانا فوت فوت زاد انت معاه في نفس الجمعية ايش بيه تاو هذا ما يعملش 66 كيف
وستين حزب كنشوف التوب يخوه التوب 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 عنده قوس وستين والقرآن كوارجي كوارجي بيعي ويتيرتي راه في الكاميرا الاخر هذا لا الاخر يبقى كل واحد يخي تحمل كله شنو تحمل كله يا اخي انا شنو براتك مجرك والحجر شبيك صبري قول له لحظة ياه لا يخزرني كمية من الاخر وعلى الاخر باه وباش نعمل الاله الله والفرح واتان باه باش تنسح الجيل الجديد الجيل هذا الجديد اللي قلت لي 16 و19 لا ما يهمنيش هذوك اشكون يهمك انت؟ هيا هذوما يهمني امهم وباهم باه اللي هي المدرسة اللي هو باش يربي اي ولا يعطيك الصحة معناتها كسبت الراس الكبير باش تنسح الام والبوم يسال شنو نسمعوا باه يحترموا هما يحترموا رواحهم هما كيما تربوا هما يربوا ولادهم علاه المينين يذكر المينين يذكر لا باه ممنوع هذا لا ينفع وذكرش تحبوا يعمل البوش يعمل البوه لا 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 الزوز الزوز يتلاقي بالموضوع معناها سيبت كل شيء قعدت في المينين انت يا بليه يا راجل ليه هديك الرب سبحانه مش هديك الموت مش نوم مش أكبر مشاكل اللي هما معناه ما يخلوهم يخلو كيف باه يسدوا باب بليات انت يا كبير ولحيك على كبيرة ولا انت نورمال ما تلبس شاكة شنو مش تكور انا مثلك تكور انت تلبس برميلية مش الرفة انا لبسها والله وربي يعاونكم هاي يا كذا ليه يا راجل وانت زيدة تضرب معاها انا مدعمي صاحبي يا ربي معاكم وربي يعاونكم وكذا وحميد الكبارية اللي حكينا عليها البارح كبارية 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 يعني الكبار اللي حكينا عليها البارح كي قلت لي هذيك خريطة كبارية وقفت لي مخي هذه كبارية صاحبي هذي الكل شفت هنا تبدو بالكبارية واحد وانت شفت الدوشة هذي ثبت هذي كبارية هذي ذي الكل كبارية هذي باش تخاف في حماس أخرى هذي صلي على النبي وهذي الكل شفت هذي معناتها حتى الترقيم هذي الكل حتى بين ولاد الكبارية والخرطة هذي عاملينها ولاد الكبارية شفتها قديش مكبرها في بالهم الناس حومة وفي بالها الدولة حقرتها يا ودي شفتها دوخني هذي يعجبك متأكد ما تخالش في حوم أخرى هذا ايش نايم؟ منتزه نور رشد اللي هي تبع الكباري هذا عندك حي البلدي وابن حسين عندك من هنا معناتها الكباريه واحد كباريه اثنين كباريه واحد تمشي ابن سينا واحد ابن سينا اثنين وردي ياسيس حي النور نور رشد هذا الكباري هذا حومتنا هذا بلادنا راهو فما بلايص قال شي الاخر الاسم العالي ومربة الخالي فما بلايس كي تسمع الاسم واحد نتصور كان يخرجوا له خريطه كي تقريبا تخرج الثلث راه والله مخي يقف بالرسمي والبلاصه اللي نحن فيها الاتيليير صغيره انا اخويا ما نعرفش هكا حسيت دخلت حسيتها بلاصه حيه وبلاصه سخونه سخونه معناها فيها حركه ساعتها تدخل مدينه الثقافه ما عندهاش شبيه ولا اللي هو تلقاها ماسد واللي فيها ماسد ومديرها ماسد وكلهم ماسدين هذا يا اخويا شوف زوز متر وتحركوا ديجا بالسيف شوفوا كان ابديع حاجات من شيء تعمل شيء بالرسمي ما يعطيكم الصحه ما يعطيكم الصحه